السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نطرقوا للدرس ديال العقلانيه العلميه، وغادي نحاولوا نتعرفوا في هذا الدرس على المقصود بالعقلانيه العلميه وعلى المفارقه اللي كيطرحها هذا المحور، وغادي نختموا في الاخير بواحد المقدمه جاهزه للاستعمال على جميع صيغ الامتحانات اللي كتحدث على العقلانيه العلميه، سواء كان الامتحان قوله او نص او سؤال. والاشاره ان الدرس ديال العقلانيه العلميه كيعالج نفس الاشكال اللي كيعالجوا المحور ديال التجربه والتجريب، واللي هو كيف تبنى النظريات العلميه. إذا ما نساش تشترك بالقناة وتفعل الجرس والإعجاب بالفيديو والمشاركة ديالو مع الزملاء ديالك من أجل أنها تعمل فائدة. في البداية لابد من تفكيك مفهوم العقلانية العلمية باش نعرفو شنو المقصود منه. إذا أولا خصنا نحددو شنو المقصود بمفهوم العقل. فالعقل هو ملكة الحكم والتمييز بين الصدق والكذب، بين الخير والشر، بمعنى أن العقل هو واحد الفاعلية أو النشاط لكي يعطي الوحدة والنظام للمعارف والمعطيات الحسية. وبالتالي فمن خلال هذا العقل يمكن لنا نبني المعرفة حول الواقع. ثم المفهوم الثاني وهو مفهوم العلم، والعلم هو أسلوب منهجي يقوم ببناء وتنظيم المعرفة حول الطبيعة. هذا التنظيم هذا تيكون على شكل تفسيرات وعلى شكل توقعات قابلة للاختبار. إذا شنو هو المقصود بالعقلانية؟ العقلانية هي صفة للمذهب أو الاتجاه الذي يقول بأولوية العقل في بناء المعرفة الحقة، وكيقابل المفهوم ديال العقلانية مفهوم التجريبية نسبة إلى المذهب التجريبي اللي كيعطي الأولوية للتجربة في بناء المعرفة. إذا الآن غادي نحاولوا نتعرفوا على المفارقة اللي كيطرح هذا المحور. ملي كنرجعوا لتاريخ العلم كنلقاو بأنه كينقسم لجوج ديال المراحل الأساسية، مرحلة العلم الكلاسيكي ومرحلة العلم المعاصر. وهذا التقسيم هذا هو اللي كيعطينا نموذجين من التجربة، تجربة كلاسيكية وأخرى معاصرة واللي هي تجريب، وهذا راه طرقنا له في الدرس السابق ديال التجربة والتجريب. وفي نفس الوقت كيعطينا كذلك هذا التقسيم هذا ديال تاريخ العلم الى نموذجين من العقلانيه. النموذج الاول وهو العقلانيه العلميه الكلاسيكيه. ففي هذه المرحله كانت نزاع العقلانيه كتعتبر بان العقل هو المصدر الوحيد للمعرفه، على اعتبار ان هذا العقل هذا قادر على فهم وتفسير الظواهر الطبيعيه بادله وبراهين عقليه منظمه دون انه ينفتح على التجربه. بمعنى ان هذه النزعه هذه كتاكد على الاولويه التامه للعقل في الانتاج ديال المعرفه اليقينيه والعلميه بلا انها ما تنفتح على التجربه الحسيه، لانهم تيعتقدوا بان الحواس كتخدعنا، وبالتالي فالمعرفه اللي كتنتج عليها هذه الحواس دائما ما كتكون وهميه وزائفه. ثم ان العقل في نظرهم كان كيحمل مجموعه ديال المبادئ، وهذه المبادئ هذه هي اللي كتخليه يدرك الحقيقه دون انه يوقع في التناقض او الخطا. وداكشي اللي كنلقاوه مع ارسطو ملي وضع لنا مبادئ اساسيه وضروريه في العقل، واللي هي مبدا الهويه، مبدا عدم التناقض، مبدا الثالث المرفوع، ثم مبدا السببيه، على اعتبار ان هذه المبادئ تعصم الدين او العقل من الوقوع في الخطا. وبالتالي فالعقل وحده قادر على انه يكشف الحقيقه ديال الظواهر الطبيعيه بلا ما ينفتح على التجربه. حتى ديكارت كذلك كيشوف بان العقل به واحد الافكار فطريه وانه هو المصدر الوحيد للمعرفه. داكشي علاش يقول لنا بان العقل هو اعلى القسمه بين الناس، اما التجربه في نظره اولى الحواس فهي لا قيمه لها. وطبعا هذا الراي هذا ما لقاش قبول من طرف النزعه التجريبيه، بل اعترضات عليه النزعه التجريبيه. فالنزعة التجريبية كتشوف بأن التجربة الحسية هي المنبع الوحيد للمعرفة بدل العقل. فجون لوك كان يعتقد بأن العقل في صفحة بيضاء والتجربة تكتب فيه ما تشاء، بمعنى أن العقل بحاله بحال واحد المرآة اللي كتنعكس عليه معطيات ديال التجربة. وفي الحقيقة أن المنهج التجريبي أعطى واحد الدفعة قوية للعلم في العصر الحديث، وداك الشيء اللي شفناه مع كلود بيرنار اللي كان يشوف بأن المنطلق في المعرفة العلمية هو الواقع والمنتهى هو الواقع، والعقل عنده فقط دور ثانوي. وهذا كيبين بأن النزعتين سواء النزعة العقلانية الكلاسيكية أو النزعة التجريبية فكل واحد فيهم كيحاول يتجاوز الآخر. فالنزعة العقلانية كتحاول أنها تبني المعرفة العلمية في انغلاق على ذاتها مع نفيها التجربة، والنزعة التجريبية كتحاول تبني المعرفة العلمية بناء على التجربة مع إلغائها لدور العقل في بناء هذه المعرفة. وبالتالي بقت العلاقة ما بين العقل والتجربة متوترة فيما يخص أولوية وأسبقية كل واحد منهم في بناء هذه النظريات العلمية. لكن العلم عرف مجموعة ديال التطورات والتحولات العميقة والكبيرة. هاد التطورات هذه بينات على المحدودية ديال المنهج التجريبي، وفي نفس الوقت فرضت إعادة النظر في العقلانية الكلاسيكية المنغلقة على ذاتها. ففي القرن 19 حدثت مجموعة ديال التطورات العلمية من قبيل ظهور الهندسات اللا أقليدية، نظرية المجموعات في الرياضيات، الفيزياء النظرية إلى غير ذلك. وهاد التطورات هذه كان عندها واحد التأثير على الأسس ديال المعرفة العلمية الكلاسيكية. ومع هاد التطورات هذه ما بقاتش كتعتبر العقلانية الكلاسيكية قادرة على استيعاب هذه المستجدات العلمية، ومن بعد هاد الثورات ما بقاش العقلانية الكلاسيكية قادرة على أنها تستيعب المستجدات العلمية.
وإنما أصبحت العقلانية الكلاسيكية كتمثل واحد العائق أمام بناء النظريات العلمية والتطور ديال المعرفة العلمية، وبالتالي هذا غادي يمهد لنا لبناء عقلانية علمية جديدة، وهو النموذج الثاني من العقلانية، واللي غادي يصبح فيها العقل عبارة عن بنية قابلة للتغيير منفتحة على التطورات العلمية الجديدة. مابقاش العقل عبارة عن بنية من المبادئ الثابتة والنهائية، مبادئ متحجرة ومنغلقة على ذاتها كيف ما كان مع العقلانية الكلاسيكية، بل أصبح ينظر إلى العقل على أنه ينبغي أن ينفتح على التجربة وكيتطور بالتطور ديال الواقع، وبالتالي ولا العقل ينفتح ويستعمل تصورات ومبادئ من أجل أنه يستعمل الوقائع الجديدة اللي كتضاف العلم، وهي وقائع ما كانش كيعرفها العقل سابقا. إذا القيمة ديال العقل في العقلانية الجديدة كتكمن في كونه كينفتح على الواقع التجريبي وكيتعاون مع الواقع في إطار ما يسمى بالعقلانية المطبقة مع غاستون باشلار. وهذه العقلانية العلمية المعاصرة هي ثورة للعقلانية الكلاسيكية، اللي كان السبب ديالها هو الأزمات اللي عرفها العلم في القرن 19. وبالتالي فالمفارقة اللي كيطرحها هذا المحور يمكن الكشف في تاريخ العلم عن نمطين من العقلانية العلمية، نمط كلاسيكي يقوم على مبادئ ثابتة وآخر معاصر منفتح عن الواقع. انطلاقا من هذه المفارقة يمكننا أن نطرح الإشكالات الآتية: ما طبيعة العقلانية العلمية؟ هل هي عقلانية رياضية؟ أم هي عقلانية تجريبية؟ أم أنها عقلانية تزاوج بين العقل والواقع؟ وفي الأخير يمكننا أن نختم بهذه المقدمة الجاهزة اللي يمكنكم تستعملها على جميع صيغ الامتحانات اللي كتحدث على العقلانية العلمية، سواء كان الامتحان قولة أو نص أو سؤال. إن التفكير في المعرفة العلمية ليس وليد اللحظة الراهنة، بل كان موضوع نقاش الفلاسفة والعلماء سابقا، ويدخل هذا الموضوع ضمن المجال الإبستيمولوجي الذي يعنى بدراسة الظواهر الطبيعية والإنسانية من أجل فهمها وتسخير معرفتها لصالح الإنسان. ويطرح هذا الموضوع العديد من الصعوبات والتعقيدات، الأمر الذي يجعل منه أكثر أهمية في اللحظة الراهنة، وهي نفسها التعقيدات التي نجدها عندما نريد الحديث عن كيفية بناء هذه المعرفة، حيث نجد أن تاريخ العلم يكشف عن نمطين من العقلانية العلمية: نمط كلاسيكي يقوم على مبادئ ثابتة وآخر معاصر منفتح على الواقع. وهذا ما يدفعنا لطرح الإشكالات الآتية: ما طبيعة العقلانية العلمية؟ هل هي عقلانية رياضية؟ أم هي عقلانية تجريبية؟ أم أنها عقلانية تزاوج بين العقل والواقع؟ نتمنى نكون وضحت لكم المفارقة والإشكالات التي تطرحها المحور. وفي الفيديو المقبل غادي نطبقوا الموقف ديال ألبرت أينشتاين والجواب اللي كيقدموا على الإشكال اللي كيطرحوا الدرس ديال العقلانية العلمية. إذا ما تنساش الاشتراك بالقناة وتفعل الجرس والإعجاب بالفيديو والمشاركة ديالو مع الزملاء ديالك من أجل أنها تعمل فائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.